ينضم لنا على الهواء مباشرة المهندس جورج عياد الخبير البترولي. مساء الخير يا باشمهندس. مساء الخير يا فندم. لو تكلمنا عن حجم المشاركة النهاردة في هذا المؤتمر، أهم الشركات العارضة واللي كانت موجودة، وإزاي كمان ممكن نستفيد من كل هذه المشاركات الدولية الموجودة للترويج للفرص الاستثمارية المتاحة في قطاع البترول في مصر، خاصة وإنه يمكن قال وزير البترول في كلمته النهاردة إنه وصل نسبة الاستثمارات الأجنبية والوطنية للمشروعات لتريليون جنيه، وده يمكن من الأخبار الإيجابية والمفرحة جدا اللي سمعناها النهاردة. مساء الخير. طبعا المعرض والمؤتمر بتاع بترول السنه دي هو اكثر قوه من السنه اللي فاتت، اللي هو كان اكثر قوه من السنه اللي قبليها. السنه دي طبعا زياده لحجم المشاريع اللي جايه وحجم الاستكشافات اللي هتبقى موجوده في الشرق المتوسط، خدي بالك، وجنوب البحر الاحمر. استثمارات البترول هي استثمارات موجوده في كل حته، بس عامل مهم ليها قوي جدا هو عامل الاستقرار والامان. السنه دي طبعا ده الاشتراكات والاندماجات ووجود الشركات الكبيره لاكبر دليل ان مصر فعلا عايشه في استقرار امني قوي، لان المستثمر بتاع البترول او الشركات العامله في التنقيب عن بترول استثماراتها واموالها جامده جدا، فما تقدرش تيجي دوله او تاخد ريسك او خطوره في دولة لو هامش فيه هامش صغير من عدم استقرار. مصر السنة دي بتحظى بثقة كبيرة أنا ما شفتهاش من سنين طويلة. الشركات الكبيرة اللي جاية هو كل واحد طمعان إنه يشتغل وطمعان يطلع له جزء من الكيكة الكبيرة. عندنا مخزون من الغاز الطبيعي موجود في البحر المتوسط بكميات مهولة، عندنا غاز وزيت خام موجود في البحر الأحمر، ده غير الصحراء الغربية. فانا شايف الاهتمام السنه دي والاسامي الكبيره وكلامهم مع سياده الرئيس، وسياده الرئيس لما استقبلهم هم جايين عاوزين ايه. فالمره دي فعلا هو اشتراك عظيم، يعني انا شايفه مبسوط وفخور، فخور بالمجهود اللي بيحصل، لان انا لما بطلع مؤتمرات بره السنه دي انا حاسس ان فعلا مؤتمر عالمي. يا باشمهندس جورج، يعني من خلال مشاركتك النهارده في فعاليات المؤتمر اكيد اتكلمت مع رؤساء شركات كبيره او عدد من المشاركين في المؤتمر، ممكن تنقل لنا الصوره اللي واصله لهم او الماخوذه عن وضع قطاع الطاقه في مصر؟ هم شايفين مصر ازاي؟ شايفين مستقبل قطاع الطاقه ازاي؟ شايفين مستقبل الاستثمارات والفرص المتاحه في هذا القطاع ازاي في مصر؟ لا هم عارفين، هم من جهه ما اتكلمنا هم عارفين فرص الاستثمار في مصر، بس هم لما اتكلموا مع الاداره السياسيه، الاداره السياسيه مديالهم مساحه كبيره من التحرك، مديالهم مساحه كبيره من تعالوا شوفوا استثماراتكم ايه، احنا مضمنين لكم الامان. فخدي بالك بريتش بتروليوم راجعه بقوه جدا، راجعه بقوه بتنافس بيها شركات تانيه، ان اي موجوده على الساحه، اكسون موبيل الامريكيه، شيفرون الامريكيه، خدي بالك كلهم عارفين كل واحد جاي ليه، وكلهم هيتنافسوا في مناطق امتيازات موجوده اوريدي، والوزاره عامله مجهود يعني بزعمه وزير البترول المصري الباشمهندس طارق مقسمينها مظبوط. مناطق الامتياز السنه دي اعتقد ان انتوا هتسمعوا كمصر هتسمعوا اخبار حلوه جدا في مجال الاستكشافات، وعندنا استكشافين ثلاثة هيطلعوا السنة دي 2020 بإذن الله. يمكن باشمهندس جورج السنة اللي فاتت 2019 تحديدا شهد توقيع يمكن 8 اتفاقيات بترولية جديدة مع الشركات العالمية، الحد الأدنى لهذه الاستثمارات وصل يمكن 179 مليون دولار، متوقع أنه تزيد هذه الاستثمارات بحيث تصل لقد إيه في العام؟ مليار. أه طبعا. طيب لا هو هي عدت ال 20 مليار على ما اظن، عدت ال 20 مليار دولار لغايه دلوقتي. اعتقد ان المستهدف في 2020 ان احنا لو بنحسبها بالجنيه المصري هنعدي التريليون كاستثمارات، بس خد بالك استثمارات قطاع البترول هي استثمارات، اقول لك ازاي، هي بتبقى متوزعه على شركات اصغر فاصغر فاصغر، فهي مش شركه واحده اللي هي لكن في الغالب هي استثمارات
ثقيله الاحتياج للايدي العامله المصريه، فهي باب كبير قوي لاستيعاب كثير من الولاد والشباب بتوع البترول كايد عامله في البحر المتوسط، في الصحراء الغربيه، في جنوب الوادي، في البحر الاحمر. انا اعتقد ان 2020 هيبقى اكبر نسبه او اكبر تقدير استثماري موجود في عصر مصر كلها. يعني عندي مبالغ جامده جدا، لان الاستكشافات اللي موجوده او مناطق الامتياز اللي موجوده في البحر المتوسط الشرقي او ايست ميديتيريان، المبالغ اللي هيتم الاستثمار فيها او مناطق عاليه جدا. انا اعتقد انه عديه اكتر من 198. نعم، اشكرك شكرا جزيلا المهندس جورج عياد الخبير البترولي. يعني يمكن مصر كمان في السنوات القليله القادمه ستغير من مكانتها في خريطه الطاقه العالميه. مصر باستضافتها مثل هذه الاحداث والمؤتمرات الهامه اللي بيشارك فيها كبرى الشركات في العالم، باضافه الى استضافه مصر يمكن السنه اللي فاتت افكر حضراتكم منتدى غاز الشرق المتوسط، مصر بتسعى وان شاء الله هتحقق ده في القريب العاجل ان هي تكون مركز اقليمي لتداول الغاز والطاقه في المنطقه.